السلام عليكم. معظمنا بنعاني من التوه في جزء ما من حياتنا او جزء ما من يومنا، سواء الاختيارات الصغيره والعبيطه، انا اكل ايه، هنلبس ايه، هنخرج فين، او حتى الاختيارات الاكثر اهميه زي اختياراتنا الدراسيه، اختياراتنا العمليه، اختياراتنا العاطفيه. بعضنا بقى بيعاني من التوه في حاجات تانية اصعب واكثر عمقا، زي الامور اللاهوتيه، الامور الدينيه، الامور الانسانيه، الامور الفلسفيه، كيف بدأ الخلق وما إلى ذلك. الروايات اللي بتتكلم عن الموضوع ده بتكون الروايات المفضلة بالنسبة لي، والنهاردة هتكلم عن رواية هي حرفيا رواية التوها، رواية نساء حواء الثلاث للأديبة التركية الجميلة جدا إليف شفق. مفيش شك إن إليف شفق هي واحدة من أهم كتاب جيلها، مش بس في تركيا ولكن في العالم كله. روايتها بتبقى الأكثر مبيعا، فور صدورها بتترجم لمعظم لغات العالم. اهم حاجه في رايي بتميز إليف شفق وبتخليها كده كاتبه بيست سيلر، وفي نفس الوقت مش حد مش ادب اي كلام او مش ادب نصكم، ان هي بتتكلم عن الامور المتروكه، الحاجات اللي محدش بيتكلم عنها، سواء كانت لان هي حاجات very obvious قدامنا طول الوقت فشايفين ان هي هنتكلم عنها نقول ايه ما هي موجوده وعارفينها، او لان هي حاجات جدليه جدا وهتعمل مشاكل كتير جدا فمالوش لازمه ننقش فيها ونتكلم عليها، زي كده اللي حصل في روايتها لقيت الصدام. الحاجات اللي بتميز إليف كمان ان هي بتعرف تتكلم عن الاقليات، مش بس الاقليات اللي هي العرقية او الدينية او المعترف بيها دوليا وعالميا والكلام ده، ولكن حتى الاقليات اللي محدش بيتكلم عنها او الغير مذكورة، زي الاشخاص اللي حاسين بالغربة لان هم موجودين في بلاد المنفى او موجودين بعيد عن بلدهم، او وضع مثلا المثقفين في بعض البلدان دايما حاسين ان هم ناس بعاد عن بقية الناس وحاسين ان هم غريبين جدا، او الناس اللي حاسين باغتراب بقى داخلي، هم قاعدين في بلدهم وقاعدين مع ناس شبههم ولكن في نفس الوقت حاسين انه في فجوه كبيره بينهم ومش عارفين يتواصلوا معاهم، وفي نفس الوقت مش عارفين هو ايه المكان الانسب ليهم اللي هيقدروا يتواصلوا فيه بشكل افضل مع الناس، او ايه الحاجه اللي المفروض تتغير عشان تبقى حياتهم افضل. ده بالظبط وضع باري بطله روايه نساء حواء الثلاث، طفله تركيه مدلله مولوده في اسره ميسوره نسبيا، عايشين كويس، لكن مشكلتها الازليه ان هي باباها ومامتها اب يساري حتى النخاع، ما بيؤمنش باي حاجه غير بالعلم، ام متزمته جدا واصوليه جدا وبتؤمن مش بس بالدين ولكن بالخرافات اللي هي ما تتبعش دين في حاجه ولكن اتحطت عليه كده بالقدره، اخواتها في حد منهم طلع يساري وحد منهم طلع اصولي وهي فضلت في النص مش عارفه هي المفروض تكون ايه بالظبط. بتنشا باري في البيئه المضطربه دي وهي عندها شعور ان هي محتاجه ترضي كل الناس اللي حواليها، فهي عايزة تكون مثقفة ناجحة جدا في دراستها، بتتكلم في موضوعات اكبر من سنها واكبر من استيعابها علشان ابوها يكون راضي عنها طول الوقت، لكن في نفس الوقت عايزة ان هي ما تكونش متحررة اكثر من اللازم او مهرطقة اكثر من اللازم علشان امها ما تحسش ان هي بعدت جدا عنها. بتكبر باري وهي حاسة ان هي طول حياتها مش عارفة هي شخصيا عايزة ايه، هي قاعدة ترضي بشر حواليها فترة طويلة ولما جال الوقت ان هي المفروض تكون هي محددة هي عايزة ايه لقت ان هي مش عارفة هو ايه تحديدا الصح وايه الغلط بالنسبة لها، مش عارفة ايه الحرام وايه الحلال في رأيها، مش عارفة هي بتنتمي لدين ولا هي لا دينية، مش عارفة هي المفروض تكمل دراسة كذا او تعمل كذا، وده اللي هيخليها في جزء من اجزاء الروايه بتقرر ان هي هتنضم لاحد المقررات الاختياريه ان هي تدرس فيها فكره الرب عشان تقرر بقى هي تحديدا عايزه ايه. الروايه بتمشي على ثلاث محاور اساسيه، المحور الاول هو باري كسيده مجتمع، ست معاها فلوس راكبه عربيه حلوه ورايحه هي وبنتها يحضروا حفله في احد الكومباوندات بتاعه الطبقه الراقيه في اسطنبول، قاعدة مع ناس شايفة ان معظمهم يا اما مدعين يا اما تافهين يا اما لصوص، وهم كمان حاسين ان هي شخصية غريبة جدا عنهم وبعيدة عنهم وبيحاولوا بكل الطرق الملتوية الممكنة ان هم يحرجوها علشان يقدروا يكتشفوا عنها حاجات تخليها شخص غريب بقدر اقل على الاقل بالنسبة لهم. وهي قاعدة في الحفلة بنروح للمحور التاني للرواية، ان هي قاعدة بتفتكر السنوات اللي هي درست فيها في جامعة كامبريدج في انجلترا والناس اللي هي تعرفت عليهم هناك، وده اللي بياخدنا العنوان الرواية نساء حواء الثلاث، هما ثلاث بنات مسلمات من ثلاث بلدان مختلفة تركيا وإيران ومصر، بيجمع بينهم ان هما مفروض يعني اسما بينتموا لنفس الدين ومختلفين في كل الحاجات التانية، كل الحاجات التانية هما مختلفين فيهم سواء في إيمانهم أو عدمه بالدين، تطبيقهم للدين، فهمهم وشرحهم للدين، وهي دي اكتر حاجه الإليف كانت مركزه عليها، الدين في حياه الثلاث بنات دول عامل ازاي وبالتالي اللايف ستايل بتاع كل واحده منهم كانت عامله ازاي وهم عايشين في نفس المكان تقريبا بنفس المقومات المتوفره. يعني جمع بينهم بعد كده ان هم الثلاثه قدموا في نفس الكورس اللي هو الاختياري بتاع دراسه الرب ده،
وكلهم كانوا بيقعوا تحت تأثير الأستاذ الملهم اللي هو أزور، يعتبر جزء كبير من أجزاء الرواية بيتكلم عنه. والمحور الثالث للرواية هو طفولة باري والحاجات اللي أدت للنقطة اللي هي وصلت لها دلوقتي، يعني مرورا بقى بالمرحلة بتاعت كامبريدج ووصولا للمرحلة بتاعت وهي متجوزة وقاعدة في اسطنبول. من أهم الحاجات اللي ميزت العمل في رأيي إن هو مش مفرط في الفلسفة، يعني مش بيدعي حاجة مش حقيقية، ومش كل الكلام اللي هو بيقوله كلام مكرر وعبارات إنشائية يعني. وده خلى ان هو رغم ان هو عدد صفحاته كبير حوالي 600 صفحة، الا ان كل سطر في كل صفحة بيديك حاجة جديدة تعرفها، تفصيلة جديدة هتأدي الى معرفة اكبر منك ببري، وبالتالي ارتباط اكثر هيحصل بينك وبين البطل. انا شخصيا بحب الاعمال اللي بتتكلم على الحقائق الخفية، الحاجات اللي مش باينة ومش كل الناس بيشوفوها. الايمج اللي بتبقى ظاهرة للناس واحدة سعيدة معاها فلوس قاعدة بعربية مش عارفة عاملة ازاي، حياتها مستقرة الى حد كبير وعايشة الدريم اللي تقريبا اي واحدة بتحلم بيه، لكن في نفس الوقت الحقيقة هي الصراع الخفي اللي داير طول الوقت جوه باري من وهي عندها مش عارفة 15-16 سنة لحد ما بقت سيدة مسؤولة عن بيت وعن اسرة وعن اطفال. الناس كلها شايفة حاجة ولكن الحقيقة حاجة تانية خالص، وده بيأكد انه فكرة انه مفيش حاجة خداعة في الدنيا اكتر من المظهر او من الصورة الخارجية. مهم كمان اوضح ان الرواية مختلفة عن اعمال اليف التانية، يعني ان هي رواية حوار اكتر ما هي رواية احداث، وبالتالي يعني اي مقارنة بينها وبين اعمال اليف التانية هتبقى ظلمة سواء العمل القديم او العمل الجديد. يعني اللي متوقع ان هو هيقرأ قواعد العشق الاربعون مرة تانية، لا، يعني انت لازم تقراها وانت عارف ان هي عمل مختلف، هي رواية فيها افكار كتير جدا في كل صفحة هتقابلها اكتر من ان هي فيها حدث كبير هو اللي بيخليك تفكر في الفكرة اللي هي عايزة توصلها لك. نساء حوائج الثلاث رواية مميزة جدا، اي نعم هي مرهقة جدا لان هي فيها عدد كبير جدا من التساؤلات اللي اما البطلة بتطرحها او اللي انت هتطرحها على نفسك بقى بالتزامن مع الاسئلة بتاعت باري، وتحاولوا توصلوا للإجابات مع بعض. يمكن تلاقي إجابة هي وصلت لها ويمكن تلاقي إجابة هي ما لقيتهاش، وده هيخلق نوع من أنواع البوند، الرابطة بينك وبين باري وبالتالي بينك وبين الرواية. رواية مميزة جدا جدا وكانت عودا حميدا للست إليف. بس كده، شاركونا في تعليقات ايه أكتر أعمال قريتوها لإليف شفاك وحبيتوها، ايه أكتر روايات قريتوها كانت مبنية عن فكرة الاغتراب الداخلي ده واثرت فيكم، غير طبعا نساء حوائج الثلاث. لو قريتوا نساء حوائج الثلاث قولوا لنا رايكم فيها، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، لايك للفيديو لو عدى قدامكم على فيسبوك، واستنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من دودة كتب. شكرا.